يصح فعلا وبكل دقة أن يسمى بالأسطورة، لكن مهما وصل وبلغ وسمي بأسطورة رحل وفاة الأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي. توفي بطل الملاكمة الأمريكي الشهير محمد علي كلاي صباح السبت عن عمر يناهز الرابعة والسبعين عاما في إحدى مستشفيات ولاية أريزونا. وكان محمد علي كلاي الذي يعاني منذ ثمانينات القرن الماضي من داء باركنسون أدخل الخميس المستشفى لمعالجته من مشاكل تنفسية. ويعتبر محمد علي كلاي من أشهر الرياضيين على مستوى التاريخ، حيث فاز 3 مرات ببطولة العالم للوزن الثقيل ونال لقب رياضي القرن في عام 1999. واعتزل كلاي الملاكمة في عام 1981 وقد كان عمره 39 عاما، واعتنق الإسلام عام 1965 بعد فوزه على الملاكم سوني ليستون وانتزاع عرش الملاكمة منه، وغير اسمه من كاسيوس مارسيلوز كلاي جونيور إلى محمد علي. موقع سومر أونلاين.